أشيش ابني، يمكن تكون أمك ذكية وحطت هالحجة مشان ما تخليني أروح، بس أنا أذكى منها وبعرف منيح إنه كوروم ورا كل هالحكي. لا يا مرت عمي. لا حبيبي، واضحة. إذا أنت معترض على روحتي وآكل هم، ساوي لك شي مشكلة هنيك، وحتى إذا كنت خجلان فيني عادي فيك تقول هالحكي. لا يا مرت عمي، القصة مو هيك، أنت كبيرتنا وتاج راسنا، بس ما بدك نستقبل الطفل؟ لهيك طلبت منك تضلي هون وتنطرينا بالبيت. أشيش ابني، إذا هيك القصة ليش ما بتخلي كوروم معي تضل هون مشان تساعدني بالتحضيرات؟ طيب مرت أخي، أنت بتعرفي أنه وجود كوروم هنيك كتير ضروري. إيه؟ يعني من المهم القاضي يشوفها مشان يعطينا الحضانة، وأنت هلأ خليكي بالبيت وجاهزي للاستقبال، ونحن رح نكسب القضية ونرجع لهون على السريع، صح أشيش؟ إيه مرت عمي. ماشي، أنا رح ضل بالبيت، وما بدي شي غير إنك تربح القضية يا روحي. جيب ابنك معك. سيدي القاضي، إن انفصال رضيع عن والدته كما تعرف هو أكبر جريمة في الدنيا. أعترف أن نانديني في حالة لا تسمح لها رعاية طفلها حالياً، لكنها لا تزال والدته. إذا كان الطفل يعيش مع والدته فسيكون سعيداً وبصحة جيدة. وهل هناك أي شخص في منزل والده سيعتني به؟ سونا غير مستقرة عقلياً وتنفعل لأي سبب صغير، وجدته كوروم المصابة أساساً بمرض الربو، وجده أوم الذي يعتني بزوجته المريضة في أغلب الأوقات، وأشيش تيواري والد هذا الطفل الذي يعمل كمحامي ويقضي أغلب وقته في أروقة المحاكم. سيدي القاضي، سيحصل الطفل على رعاية في منزلي، وسيحصل على ما يريده، وسيكون هناك من يعتني به. حضرة القاضي. ميتري. حضرة القاضي، بعد إذنك أنا إجيت اليوم وفي عندي شي بدي أحكي. أمنحك الإذن. ماذا تريدين أن تقولي يا ميتري؟ خالتي، أنت هلأ بدك حضانة نانديش وبدك تعتني فيه، بهاي الحالة أنت لازم تعرفيه منيح وتعرفي شو اللي بيحتاجه. أنا في عندي سؤال واحد، تعرفي نانديش شو متعود يأكل؟ ميتري، أنا محامية وأنا التي أطرح الأسئلة، أنت لا صلة لديك به وليس لديك الحق باستجوابي. أنا أعترض سيدي. اعتراض مقبول. ميتري هي من تعتني بابني. أنا أعترض سيدي. اعتراض مرفوض. إذا سمحتي سأستمر. ميتري من تعتني بطفلي منذ ولادته، لأنها صديقة نانديني، ورأيت بعيني كيف كانت تسهر طوال الليل وهي تعتني بالطفل. وهي صديقة وفية لنانديني، وهي لم تترك صديقتها، ولذلك هي لديها الحق بإعطاء رأيها بالكامل. ميتري معنا اليوم لكي تقف مع صديقتها مجددا. نتفهم ذلك، إن ميتري تريد مصلحة الطفل وهي قريبة منه، ومراعاة لمصلحة الطفل المحكمة ستسمح لميتري بطرح بعض الأسئلة. شكرا سيدي. شكرا لك سيدي. ميتري تابعي. خالتي، انت ما قلتي لي وقت جوعنا عنديش نحن شو لازم نطعمي؟ سنطعمه أغذية الأطفال، شيئا يمكنه هضمه بسهولة. لا، لمعلوماتك يا خالتي، نانديش ما بياكل غير حليب العلب. وهلأ السؤال الثاني، شو هو لقاح نانديش الجاي؟
سأرى بطاقة اللقاحات. لقاح التهاب الكبد الأسبوع الجاي، الجرعة الثانية. أنا معي البطاقة. إيه؟ طيب، لازم تعرفي مواعيد نومه وإمتى بفيق وإمتى بده ياكل. وشو يلي بده يخليني أعرف كل هاد؟ أنا مشغولة بعلاج بنتي طول الوقت وماني فاضية للصغير أبداً. وكيف عم تطالبي بالحضانة تبعه؟ الحضانة من حقي وهذا الأمر طبيعي، ولست بحاجة للتعامل مع كل شيء بنفسي. يمكنني توظيف المربية الأكثر خبرة والأعلى أجراً لتقوم برعايته، وستعتني به على مدار الساعة. كيف؟ أنا ما عم أفهم. الطفل بده يضل ببيت ستو، بس ستو بدها تتركه للمربية لتعتني فيه. وشو استفدنا بهالحالة؟ إيه أكيد المربية رح تقدر تساعدك فيه، بس هي ما رح تقدر تعطيه الحب والحنية اللي محتاجهم. ويا حضرة القاضي، الطفل بيلاقي هاي الحنية بس عند عيلة أبوه، وأنا شفت هذا الشيء بعيني. تماماً يا سيدي، الأمر واضح. عرفنا من لديه مشكلة حتى في قول اسم ابني، فكيف يمكنها الاعتناء به؟ هي لا تهتم بابني ولا حتى بتربيته، هي فقط تريد أن ترضي غرورها بربح القضية لا غير. سيدي القاضي، ماتري كانت تعتني بطفله بمنزله أيضاً، كيف يمكنه المطالبة بالحضانة؟ نعم كانت تعتني به، لم يكن لديها هدف سواه. والد الطفل هو المعني الأول وليس جدته. ليكن بمعلوماتك، لقد ربيت طفلة بالفعل وهي نانديني، سأربي حفيدي أيضاً. لا يمكنك سيدي تفريق طفل عن أمه ولا بأي ثمن كان. سيدي القاضي، هذا الطفل. سيدي القاضي، هذا الطفل الرضيع سيبقى مع أمه وبالقرب منها. نانديني، خالتي هاتي شوفي كيف عم يبكي. خالتي أعطيني إياه. لا 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 لا، اهدى. خالتك معك هون، خلص اهدى حبيبي أنت. بس يا روحي، بس 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 بس. خلص يا حبيبي، خلص. منذ يومين وأنا أستمع لحججك للطرفين، لكن أكثر ما أثار إعجابي في القضية هو حب ماتري الحقيقي لهذا الطفل الرضيع، رغم عدم وجود رابطة دم. من يفعلها في زماننا؟ من يفعل شيئاً لأجل أحد؟ فإن كان هناك من يمكن أن يكون كأمه فهي ماتري.